يا صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل. ومعاكم النهاردة فاطمة أبو علي. ولو أول مرة تتابعوا قناتي اعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. النهاردة هنعمل طبق مشهور قوي، وهو طبق الرز المقلي. بس احنا النهاردة هنعمله من بواقي التلاجة، شوية رز بيتين عندنا بسلة وجزر، هنطلع طبق روعة ومفيد جدا لولادنا. طريقته سهلة وبسيطة، وممكن نغير الفراخ بالبيض بس كفاية، أو بلحمة مفرومة، كل المتاح عندنا ممكن نحطه. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. أول حاجة هحط الطاسة على النار تسخن كويس جدا، وأضيف 3 معالق زيت، ودي شرايح فراخ بانيه غسلها كويس بالملح والخل والفلفل والليمون، وعصرتها من المية خالص، صفيت كل ميتها، وهنزلها على الطاسة السخنة. ضروري تبقى الطاسة سخنة علشان الفراخ ما تجيبش ميتها وتنشف. وهنزل بالبهارات السبعة بتاعتي بقى، جنزبيل وملح وفلفل وحبهان، او ممكن تكتفي بالملح والفلفل وجنزبيل. ودي بصلاية كبيرة بقى كده متقطعة صغير، هنزل على الفراخ بتاعتي لحد ما تتشوح كويس جدا، وانزل بشوية فلفل رومي، لو عندك كمان فلفل الوان بتبقى حلوه قوي، عندك ذره ممكن تضيفي لها ذره، عندك جنزبيل فريش ضيفي لها. بصي بقى، لمي بواقي التلاجه واعملي احلى طبق لولادك. بعد ما الفراخ قربت تستوي بنزل بمعلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره كزبره خضراء بتديها ريحه حلوه قوي، واللي يحب يخليها حار يضيف فلفل حراق. وديها تقليبة بقى كده، بصوا ما جابتش ميتها خالص. وهضيف 2 كوباية بسلة فروزن انا مفرزاها في البيت مع الجزر، واديها تشويحة كده كده. البسلة انا سلقاها يعني مستوية، بس هتاخد تشويحة مع الفراخ، واظبط الملح والفلفل، وممكن نضيف كمان فصين ثوم مع قطعة جنزبيل او رشة جنزبيل. حاولي ما تخليش الاكلة حادقة، لان احنا هنضيف صويا صوص، فمش عايزين الاكله تبقى حادقه. قلبي بقى كده وخدي التشويحه الحلوه دي. في الفتره دي هنجهز 3 بيضات او 4 بيضات، وهنحط عليهم رشه ملح ومعلقه خل، ودي لها تقليبه حلوه. لو انت عايزه تستغني عن البيض، لان هي دي اكله صيني، ممكن تخليها عاديه خالص من غير بيض، ودي له تقليبه حلوه، علشان انا عايزاه بس يعمل خيوط مش هيبان خالص. في نفس الوقت دخلنا البيض لولادنا اللي مش بيحبوا ياكلوا البيض ولا هيلاحظوا ان فيها بيض، وفي نفس الوقت بروتين حلو، يعني ممكن نشيل الفراخ ونخلي البيض بس. بصوا عمل خيوط ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. وضيفي بقى 3 معالق صويا صوص الغامق او الفاتح، مع معلقة خل، وممكن كمان نديها رشة سكر. بصوا الاكلة مش هتاخد في ايديكوا 10 دقايق بالظبط. الميزة الحلوة اللي فيها ان احنا هنعملها بالرز البايت. وظبطي بقى الملح والفلفل بتاعك، وحطي بقى 2 كبار كده كزبره خضراء مع الفلفل الرومي، لو في فلفل الوان كمان بتبقى روعه. عندك ذره حطي، عندك مشروم حطي، يعني مش لازم نلتزم بالوصفه بكل الحذافير، اللي متاح عندنا هنحطه. المفروض الطبق ده بيتقلب كله مع بعضه ويتقدم، بس انا هنا حبيت اخليه شكله جمالي شويه، عملته زي التورته. خدت طبقه من الحشوه والرز بتاعي اللي هو بايت، فانا كده عملت اعاده تدوير للرز، وفي نفس الوقت عملت وجبه جديده مفيده لولادنا. حطي بقى طبقه من الرز وسويها كده كويس جدا. طبعا الرز بتاعك انت عاملاه مظبطاه، فشويه باتوا منك، لا ما ترموهمش، هنعمل بيهم طبق جديد. وضيفي بقى جزء من الحشوه واضغطي عليها. هدفنا الايام دي ان احنا نعمل اكلات موفرة، وفي نفس الوقت احنا خارجين من رمضان، فزهقنا بقى من كمية اللحوم والحاجات دي، فنخلي اكلات موفرة شوية. يعني بربع كيلو فراخ عملتي وجبة متكاملة فيها كل العناصر، من خضار لبروتين لنشويات. كمان ممكن تشيل الفراخ تكتفي بالبيض، عندك شوية لحمة متعصجة ممكن تحطيهم. بصي بقى المتاح عندك اعمليه. الصويا صوص هيدخلها في سكة تانية خالص، ممكن كمان تضيفي عليها شوية سمسم. بصوا انا حبيت اقدمها بالشكل ده، لكن الشكل التقليدي والطبيعي بتاعها ان هي بتتعمل فوق وبتتقلب كلها مع بعضيها
تتداخل في بعض، عشان كده بيسموه الرز الصيني المقلي. وزينيها بشوية كزبرة، وأكلة ما خدتش في إيدينا أي وقت، من بواقي التلاجة استفدنا، وفي نفس الوقت عملنا إعادة تدوير للرز البايت، ولا هيبان إن هو بايت خالص. طبعا الرز لما بيكون بايت بتديله تسخينة بسيطة كده بمعلقتين مية على البخار علشان يرجع أكنه لسه معمول. وصفة سهلة وبسيطة، ويا رب تكون عجبتكم، وأنا اتبسطت إن كنت معاكم. يا رب أنتوا كمان تكونوا مبسوطين، واللي تعجبه الوصفة ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة لمتابعة كل فيديوهاتي. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأسيبكم في رعاية الله. كنت معاكم فاطمة أبو علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.